السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي الصغار في درس جديد من دروس اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي، مكون الاستماع والتحدث. درسنا لهذا اليوم بعنوان عطلة في البادية. يندرج هذا الدرس ضمن الوحدة الخامسة، الحصة الأولى، مرجع كتابي في اللغة العربية، من تقديم الأستاذ محمد بحسو، أستاذ بمجموعة مدارس ابن الخطيب، مديرية سيدي قاسم. إذن لنبدأ على بركة الله. أول شيء سنقوم به في هذه الحصة هو تسميع عنوان الحكاية وترديده من طرف المتعلمين. فعنوان حكايتنا لهذا اليوم هو عطلة في البادية. لاحظوا جيدا، فعنوان حكاية عطلة في البادية يتكون من كلمتين، الكلمة الأولى عطلة والكلمة الثانية البادية. فعطلة نقصد بها إجازة أو فترة راحة، وهي الفترة التي يكون فيها التلميذ بعيدا عن المدرسة. هذه الفترة إما ليومين أو لأسبوع أو لشهر. أما البادية فنقصد بها القرية أو الدوار، أي المكان الذي توجد به الحقول والنباتات والأشجار والأغنام. سنقوم بملاحظة المشهد التعبيري الموجود في الكتاب المدرسي، الصفحة 104. لديكم مهلة من أجل التفكير وملاحظة المشهد التعبيري. إذن ماذا لاحظتم من خلال المشهد التعبيري؟ تفضل زكريا. ألاحظ فتاة تجلس في الطبيعة. نعم. تفضلي سمية. أرى رجلا يرعى الأغنام. نعم. تفضل مروان. أرى فتاة تحمل نسرا صغيرا. نعم. تفضلي رحاب. أرى حقول بها فراشات وأزهار وأشجار ونحلة. نعم. ماذا أيضا؟ تفضل. أرى فرنا بالقرب من المنازل. نعم. حول ماذا ستتحدث أحداث هذه الحكاية؟ سأقدم لكم مهلة من أجل التفكير قبل أن ندون التوقعات على السبورة. الآن لندون التوقعات. تفضل. فتاة وجدت نسرا صغيرا. نعم. كجمولة ترعى الأغنام. نعم. كجمولة تقضي عطلتها في البادية وتتجول بين الحقول. نعم. هل تريدون معرفة من منكم توقعه صحيح؟ استمعوا إذن للحكاية. عطلة في البادية. اعتادت كجمولة أن تقضي عطلتها الربيعية في القرية، وذات صباح استيقظت باكرا كعادتها، وسارت بين الحقول والبساتين وحدها، ريثما تعد لها أمها فطورها. وبينما كجمولة تستمتع بالطبيعة الجميلة، رأت في مسلك بين الحقول نسرا صغيرا تائها عن عشه ووالديه. حملته كجمولة وجالت ببصرها في السماء لعلها ترى والديه فتسلمه لهما، لكنهما لم يظهرا. حارت كجمولة في أمر النسر الصغير،
أتتركه وحيدا في الخلاء؟ قد يتعرض المسكين للأذى، فما العمل؟ وفي الأخير قررت أن تأخذه معها إلى بيتها وتعتني به حتى يكبر ويطير. ثم حملته بين ذراعيها وأكملت جولتها في الطبيعة الجميلة. قطرات الندى تتلألأ على الورود، والفراشات والنحلات تحط على الأزهار في خفة ورشاقة ثم تطير. كانت كجمولة تشم رائحة الخبز ينضج في الأفران على نار الأعواد والحطب، وتسمع نغمات ناي الراعي وثغاء الأغنام وخوار الأبقار في المراعي البعيدة وزقزقة العصافير فرحة بقدوم الربيع. بعد سماعكم للحكاية سأقوم بطرح مجموعة من الأسئلة لمعرفة مدى فهمكم للحكاية. اتفقنا؟ إذن هيا بنا. أين كانت كجمولة؟ نعم، كانت كجمولة في البادية. نعم، في أي وقت كانت تتجول؟ أنت؟ كانت تتجول في الصباح الباكر. نعم، ماذا يوجد في البادية؟ تفضلي. يوجد في البادية فراشات وأغنام وأبقار وفرن وحقول. نعم، ماذا وجدت كجمولة؟ وجدت نسرا صغيرا. نعم، ماذا فعلت به؟ أنت؟ أخذته معها إلى بيتها. نعم، أحسنتم جميعا. أما الآن سنقوم بتحديد عناصر الحكاية انطلاقا من المشهد التعبيري ومن خلال سماعكم للشريط الصوتي للحكاية. إذن ما هي شخصيات الحكاية؟ كجمولة، نعم، والنسر الصغير، نعم. ما هو مكان الحكاية؟ أي أين جرت أحداث هذه الحكاية؟ تفضل. القرية والحقول، نعم. بالنسبة لزمان الحكاية، في أي وقت جرت أحداث هذه الحكاية؟ في النهار، نعم. ما هو الشيء الذي يدل على أنه وقت النهار؟ نعم، يدل عليه رعي الغنم، لأن رعي الغنم يكون في وقت النهار. أحسنتم جميعا. سنتحقق من صحة التوقعات، من منكم كان توقعه صحيح ومن منكم كان توقعه غير صحيح. فتاة وجدت نسرا صغيرا، هل هذا التوقع صحيح أم لا؟ تفضلي. إنه توقع صحيح، نعم فعلا، فكجمولة وجدت نسرا صغيرا. نعم جيد. كجمولة ترعى الأغنام، هل هذا توقع صحيح أم خاطئ؟ تفضل. توقع خاطئ. لماذا؟ لأن كجمولة لم تكن ترعى الأغنام، فقد كانت تتجول في البادية. جيد. كجمولة تقضي عطلتها في البادية وتتجول بين الحقول، هل هذا التوقع صحيح أم خاطئ؟ تفضل. توقع صحيح، نعم فعلا كجمولة كانت تقضي عطلتها في البادية. جيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.